بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم خوتي خياتي، رمضان كريم، صوموا بالصحة والهنا. اليوم جبت لكم المخبز صالي، يعني طاجين المخبز. هنا راني راح نفهمكم كيفاش درتو. هنا كما تعرفوا طرف صدر الدجاج شوية قليت به الطنيجرة تاعي ودرتو مع الحميصة، درت مريقة بيضة، وهنايا درت له وشويه رحيتو مع حبه بصل، سنه تاع ثوم، درت له حبه تاع بيض ولي زيبيس، درت له وشويه معدنوس، ما كثرتش بزاف المعدنوس فيه. وقلت لكم سنه ثوم والبصل، نعاود لكم سنه ثوم حبه بصل وطرف دجاج صغير، يعني صدر تاع الدجاج صغير، ماشي حاجه كبيره. واللي عنده العيال يقدر يخلط له البطاطا، غليوها. وشنو البطاطا؟ كون ديروا الحمراء البيضاء خطر على بالكم فيها الماء تتلق لكم الماء. ومن بعد درت لها حبه تاع بيض، ودرت لها ثلاثه مغارف تاع ماكله تاع لا شابلور، ودرت زوج مغارف تاع زيت عادي. وهنا واسيتو هكذا. وهنايا عندي هذا المول تاع طروادي، هذا بعثته لي ام حذيفه الشاويه اللي عندها قناه ثاني، تقدروا تدخلوا لقناتها ام حذيفه، يوميات ام حذيفه الشاويه. من هذا المنبر نقول لها السلام عليكم، نقول لها ان شاء الله تصومي رمضان بالصحه ولهنا. شوفوا كيف راه داير تاع طروادي، هذا ما نطيبو فيه ما يتحرقش. هنا نوريكم، انا ما نحبش نطيب فيهم، انا هنايا جبت غلفته هكذا، وهنايا نوريكم كيفاش تفاصونيوه. وقبل ما تفاصونيوه نوريكم، درت هنايا ثاني درت كاس روز غليته، ودرت له زوج كيسان تاع ماء خليته يغلي، درت له ملح فلفل كحل وخليته يغلي. مور اللي غلى قطرته من الماء، ومن بعد درت له مور في الزبده وزوج مغارف في الزيت، وقليته حمصته شويه هكذا في الزيت، تسمى خلطته مليح، قليته بيان حتى نحكم روحو. ومن بعد خليته يبرد، كي برد بجي انا الحشوه راح نديرو بالروز، كل يوم رانا نديرو بزاف الفرامج، انا الفرماج خليته باش نديرو ان كلاصاج من الفوق. وهنا نوريكم كيفاش تفاصونيو. هنايا ديروا يديكم هكذا في شويه تاع زيت هكذا باش ما يلصقلكمش، وتكونوا طبعا دهنتوا المول تاعكم هكذا. ها هكذا شوفوا خياتي، وطلعوا في الجناب ان شاء الله تكونوا تشوفوا هكذا. ها طلعوا شويه في الجناب هكذا. ها ومن بعد حنايا ندهنوه بشويه تاع زيت ونحوهم، انا ما نطيبش في هاد الليمول باسكو غير نطيبوا فيهم يجيني فيهم ريحه البلاستيك، ندير جست باش نفاصوني فيه ونقلعهم ونديرهم في المول الاخر. وهنايا نغطيوهم هكذا، شوف هكذا قدروا تعمروهم هنا، يعني نعرفوا الشراء غالي، كان غير بنص صدر الدجاج ديروا ماكله اقتصاديه وراقيه لضيافكم. ها شوفوا كي نحوه من البلاستيك هكذا. ها شوفوا خياتي هكذا، وتكملوا كاع ديروا الدجاج تاعكم كامل هكذا، وتحطوه واحد 10 دقائق باقي يطيب في الكوشه، ما تخلوش حتى ينشف الدجاج، ما عندوش ما فيش الروح بيبي يطيب، راه مرحي وكل شيء مرحي. هنا هاو لي كلي طابو، هادو حنوري لكم لي طابو كيفاش نفاصونيهم بالفرماج. ها خليتهم غير 10 دقائق وطابو هاني. وهنايا كي يكون سخون هكذا جيبوا الفرماج تاعكم هذا تاع البرغر هذاك اللي يديروا في الاخر لي ساندويتش، ديروه هكذا. هنا كي يكون سخون خلوه يذوب وحده، ما كلاه تعاودوا تواسوه هكذا. ها وحده يتسقم. ها شوفوا هنا، وهنا رانا حنوري لكم حاجه هذه يعني اختياري وما كانش كاع في مواقع التواصل، هذه انا اللي اخترعتها وانا اللي درتها من راسي. ها جبت هنايا المول كم سميتو يعني مخبز، ندير له ورده تاع المخبز هكذا، طرف تاع فرماج هكذا، وهذاك الفرماج اللي يقعد ما تلوحوش تقدروا ديروا ذوبوه في هذيك المريقه تجيكم تجيكم سما خاطره هكذا. ها وتنحوا شوفوا كيفاش تجي الورده، والورده كي ديروا هكذا، وكاين ثاني فرماج هكذا في الصفر يعني، ومن بعد ديروا تنحوا شويه في تيته صغيره وديروهم بوليات هكذا كي العقاشه وديروهم فوق، يجي التزيين عايل، يجي ما شاء الله. اصلا كنوريكم دوكا اللي كنت وجدتهم.
هاولي خاوتي خياتي، انا كنت وجدتو لضيق الوقت دا عقبت لكم فيديو تاع فيديو فيت في هاولي. شوفوا كيفاه، شوفوا كيفاه درته لكم ما شاء الله. واو الصوره هي تعبر عن نفسها. خاوتي خياتي لا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش الجيم، ونقول لكم بقاو على خير في امان الله وصحه فطوركم.